مسافر كل يوم لمكان، عشقت الجري والترحال، طلبت العلم ولو في الصين ولفتها يمين وشمال. شريكتي في رحلتي انتي، حبيبتي وصاحبتي وبنتي، بشوفك أملي يتجدد ورجلي تدوس على البدال. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. انا مبسوطه قوي يا كابتن علي وان انا بشوف حضرتك في المكان ده، يعني مبسوطه بالمكان، مبسوطه ان احنا في الهرم وجنبينا الطريق السريع والعجل هنا، مبسوطه قوي باللي احنا عرفنا ان نقابل حضرتك هنا. وانا مبسوط كمان ان البرنامج ده حكاوي لهاوي. انا عندي 54 سنه، جيل الثمانينات طبعا احسن ناس، اللي كان برنامج حكاوي لهاوي وسامي هانم التريبي الله يخليك، من أجمل وأعظم وأرقى المذيعات بتاعت الجيل ده. فأنا سعيد بالبرنامج المفضل بتاعي أنا ظاهر فيه دلوقتي في 2022. وأنا مش مصدقة طبعاً إن أنا أصلاً بعد، لو أنت حاسس كده أمال أنا حاسة بإيه بقى؟ يعني من الحكاوي بقى، بما إن إحنا جبنا في سيرة الحكاوي، العجلة بتاعت حضرتك من أغرب العجلات اللي أنا شفتها. إيه اللي خلاك تركب العجلة دي؟ العجلة دي أنا في 2017 كان عندي 48 سنة لو أنا حاسبتي صح كده، وده كان توقيت كده حرج إن أنا حاسس إن العمر بيجري وعندي أحلام سفر بالعجلة ومغامرات، وحاسس إن خلاص يعني زي ما يقولوا بالآن، الآن الآن وليس غدا طبعا. وبدأت طبعا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أسافر بالعجلة، فبدأت بعجلة عادية، عملت سفريات كده قصيرة نسبياً للفيوم أو غيره، وحسيت أني مش مبسوط وكتافي وجعاني ورقبتي وجعاني، ومش هي دي الوسيلة اللي حابة مستمتع وأنا بسافر بيها. لكن أنت أصلاً كنت بتركب عجل؟ أنا أصلاً بركب عجل بس مش بسافر بعجل، يعني لكن بركب. عندك عجلة؟ عندي عجلة وكنت في الجامعة بروح بيها الجامعة كل يوم 8 كيلو رايح 8 كيلو جاي، طول عمري بحب أركب عجل، بس بدأت عايز أسافر بعجل. فكان في مكان ما كامن في العقل الباطن بتاعي إن أنا شفت على النت أو شفت في مكان ما العجلة بالمواصفات دي. بعد 3 شهور ببحث بشوف الماركات الموديلات المختلفة أسعارها إيه، تتجاب منين، لحد ما استقريت على العجلة دي وجبتها. جبتها من مصر؟ لا، دي جبتها من السعودية، هي دي ماركة تايواني، والوكيل بتاعها اقرب وكيل لمصر في السعوديه. وانا اخويا في السعوديه شغال فخليته جابها لي. فكان الحب من اول نظره. يعني لحظه ما قعدت عليها قلت دي اللي حلفت بيها مصر والعالم. هي يعني في بيسموها كده وخزه السفر، يعني زي اللي هو زي شكه الحشره اللي هو لازم اللي في حاجه لازم يسافر لازم يسافر. اي انا الوخزه دي بداتها بالفكره، ما كانش لسه وخزه. وبعدين بدأت على فيسبوك بتابع 2-3 رحالة عالميين بيلفوا العالم، منهم بنت فرنسوية كانت بتعمل رحلة من القاهرة لكيب تاون بالعجلة. البنت دي عملت مسار مختلف خالص، دي راحت جيبوتي والصومالي لاند وبعدين الصومال، عملت رحلة مفيش رحالة اللي أنا أعرفهم واللي نتابعهم بيعملوها خالص. لدرجة إن أنا كنت بنام وبصحى أول حاجة بفتح عليا عيني فيسبوك وصلت فين؟ في بنت اسمها إميلي، إميلي بودو، وصلت فين؟ لدرجة من كتر شغفي بدأت أتواصل معها على الماسنجر، لأن كان على بالي عايز أعمل رحلة للسودان كان ساعتها، وهي كانت مرت بالسودان. معلش قطعت حضرتك، لأني عايزة أعرف، عادة الواحد اللي عنده 47 سنة ده ما عندوش رفاهية الوقت إن هو يفكر إني أروح وآجي، فإزاي اتوجدت بالنسبة لك الفكرة إن أنا هسيب كله وأمشي؟ أنا من حسن حظي إن أنا اتجوزت صغير جداً، 25 سنة كنت متجوز، 26 سنة كنت مخلف، فابني وبنتي حالياً كبار تماماً وبيشتغلوا ومعتمدين على نفسهم، فأنا سعيد الحظ جداً إن أنا مسؤولياتي الأسرية بقالها يمكن 4-5 سنين محدودة جداً، متابعة كده، هو يعني أصدقاء، هم أولادي بقوا أصدقاء أكتر ما هم في مسؤولية في التربية والإعاشة والكلام ده كله. فعندي كان عندك الوقت إن عندي أنت الوقت. كامل عندي الوقت إن أنا الحمد لله تابعت العجلة وجبت العجلة وتابعت إميلي وهي بتعمل التور ده بتعمل التور دوت، وبدأت تواصلت معاها
وسألتها أسئلة محددة لما دخلت السودان 1 2 3 ولحظة ما خلصت رحلتها أنا قلت خلاص أنا بقى جاء علي الدور أنا عايز أسافر بالعجلة وأنا عايز أسافر بالعجلة هسافر بالعجلة هسافر بالعجلة. كانت البداية كل حاجة مترتبة كده ومخدرة. أنا مشترك على جروب على الواتساب الناس بيركبوا نفس العجلة دي. نفس العجلة دي تلاقيت الأدمن بيقول يا جماعة في المغرب عاملة رحلة 1200 كيلو من أقصى الجنوب على الحدود مع موريتانيا لأقصى الشمال المغرب كله بالطول كده والجانب المغربي متكفل بكل حاجة إقامة وإعاشة وتنقلات وكل حاجة. سافرنا في مجموعة كان يمكن 30 مغامر معظمهم مغاربة كان فيهم ستات ولا كلهم رجال؟ كان فيهم بنت بنت بميت راجل بنت بميت راجل بنت بميت راجل لأن هي كانت برضو 1200 كيلو شاقة جداً ورياح بتمر في الوسط في الأطلس الأوسط فكانت تجربة شاقة جداً 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 بس دي كانت بداية يعني حضرتك أول ما بديت السفر سافرت برا مصر مش داخل مصر سافرت في مصر سفريات صغيرة الفيوم الإسماعيلية السويس ده كان آخري 100 كيلو كل دولة 100 كيلو 100 110 120. طب بالعجلة دي رحت فين بلاد برا مصر؟ العجلة دي عملت بيها 4 رحلات رئيسية برا مصر تحت المغرب دي كانت 1200 كيلو بعدين في رحلة بدأتها في مصر وكملت للسودان ما دخلتش السودان كله دخلت 300 كيلو لحد بلد اسمها دلجو ورجعت وحضرتك بتعبر بقى بين مصر والسودان ركبت دي خدتها بحيرة ناصر ركبتها المركب و... ركبتها على المركب من أسوان رحت بيها وادي حلفة تنزل في وادي حلفة وتركب في وادي حلفة كمان وحضرتك بتبقى مستعد على الرحلات دي بتحط ايه في شنطتك؟ محتاج ايه؟ أنا الشنطة بقى مع الوقت في الأول لما بمر في مدينة بيبقى الإقامة بتبقى في فندق في موتيل في هوستل إنما أحيانا المسافة بتبقى أطول من أن أنا ألاقي مكان أبات فيه فالأساسي لازم معايا خيمة ممكن تعمل كده ده هو أداء أساسي وتحطها فين تربطها بقى على الشبكة بيبقى فيه شنطتين متعلقين وشنطة فوق وشايل فيها بقى كل حاجة الخاصة بالتخييم خيمة ومرتبة مخدة ومنامة سليبنج باج تاكل بقى اللي تلاقيه زي اي رحله اكل لاقيه مؤخرا بدات اطبخ مؤخرا جدا في اخر رحله خالص جبت موخت صغير وحله صغيره وبدات عملت مبكبكه عارف المبكبكه طبعا بكبكه دي ليبي مبكبكه لا عيب عملت مبكبكه ونسكافيه دي كان اول مره بعد 5 سنين ترحال ابدا اخوض تجربه الطبخ وانا مسافر بس مش غريب ان انسان يقعد 47 سنه بيه مالوش دعوة بالقصة دي وبعدين فجأة مبكبكة وبرجاز ومنامة هي وملحق مش هي مش 47 سنة برنامجي المفضل ناشونال جيوغرافيك الحاجات يعني أنا يعني هي جواك هي من جوايا. زمان هي جوايا وكانت مستنى الظرف المناسب إنها تطلع إيه أصعب مواقف اتعرضت لها وإنت بالعجلة دي في بلاد الله كده؟ هو بصفة عامة الرحلات معظم الرحلات اللي عملتها بتبقى بنسبة 90% بلا مشاكل الواحد بيبقى مظبط نفسه قبلها تأشيرته تمام سفر تمام عامل مسار تمام في كده بس مفيش رحلة بتخلو من طبعا حتة لخبطة كده طب أنا محتاجة شجاعة عشان أركب العجلة دي وحضرتك تركب العجلة دي ونمشي في الشارع ده تحت سقف الهرم محتاجة ولا عجلة وشجاعة وشجاعة طب يلا يلا بينا قالوا أهل زمان للسفر 7 فوائد وأولها راحة النفس لما بتروح أماكن جديدة وتقابل ناس تانية وتغير الوشوش اللي تعودت تشوفها حواليك التغيير ده في حد ذاته بيفضي بيهوي الهموم ويريح النفس وفي السفر رزق ناس كتير بتسافر عشان توسع رزقها وفي السفر علم اطلبوا العلم ولو في الصين وفي السفر فرصة عشان تتعرف على عادات وتقاليد شعوب ما تعرفهاش فتتقبل وتحترم الناس المختلفين عنك بس المهم الصحبة الحلوة اختار الرفيق قبل الطريق عشان هي دي هتكون أكبر فايدة في السفر بتعلمك
إزاي تكتشف أصول ومعادن الناس اللي حواليك. محدش بيبان على حقيقته قد لما بيبان في السفر. وتروح بقى بالشكل ده في كل حتة كده؟ كل حتة ممكن تخيليها، بس مش جوه المدينة خالص، يعني دي بسافر بيها فقط. بس على الطرق؟ آه، طرق سفر فقط. لكن بعد كده هو تركب في جوه المدينة عجلة عادية بتعبر عجلة مثلاً ولا؟ لا لا لا، طول ما أنا بسافر مش بركب اللذيذ. أنا بقى القاهرة مثلاً مستحيل أعمل بشوير جواها بالعجلة دي. وأنت في القاهرة ما تركبش حتى عجل عادي؟ آه، عندي بقى عجل عادية دي بتاعت القاهرة، بس دي ما بتبقاش عملية قوي هنا. بتطلعها على الطيارة عادي؟ بطلعها على الطيارة بتشحنها. بس بشحنها. بتتفكفك بقى كذا حتة ولا بتعمل ايه؟ بتتفكك 6 قطع رئيسية. 6 قطع بس بعد التفكيك بتدخل في الكرتونة بتاعت عجلة عادية. عجلتك مريحة جدا 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 جدا. عايزة أجربها. يلا يلا دلوقتي؟ يلا. كابتن محمد مرسي على المغامرة، الميني مغامرة. وأنا مرسي على الحوار المنطلق العفوي ده. الله، لا بس انبسطت واحنا راكنين وتحت الكوبري والناس وهي بتتفرج علينا وكأنهم ما شافوشنا. إيه الناس دي وإيه الست دي راكبة العجلة دي؟ أنا انبسطت صراحة. أنا أكثر. حلمك إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسك تحقق إيه؟ أنا عندي حلمين، حلم خاص بيا في المجال ده وحلم بالنسبة لمصر. الحلم الخاص بيا، أنا لسه عندي رحلات ومسارات 3 تحديدا. ربنا يديلك طول العمر والصحه وتروح القمر بالعجله. مش القمر، الصين. الصين. الصين ان شاء الله، رحله من المحيط للمحيط. الله. من البرتغال للصين، المحيط. الله. اطلنطي الهادي. اطلنطي الهادي. اوكي، ورحله ثانيه ان شاء الله عايز اعملها من الاسكا فوق خالص لحد شيلي في الجنوب. يعني الحته تاني. دي بقى من بالزبط. الشمال ورحله اخيره ان شاء الله افريقيا، القاهرة كيب تاون وعودة. كلوك وايز انتي كلوك وايز، مع عقارب الساعة ضد عقارب الساعة ايا كان. بس بالعجلة. بالعجلة. يا رب. اوكي؟ ده حلم خاص بيا. الحلم بقى خاص بالنسبة لمصر في مجال الترحال ومجال العجل. عندي 3 مقترحات لو اتنفذوا اعتقد ان هم هينقلوا مصر نقلة نوعية. سياحية. حتة تانية خالص. سياحية ومغامرات وترحال وسفر. حضرتك عارفه في فرنسا حاجه اسمها تور دو فرانس. ايوه. طب ده مسار معين بنمشي مسار حوالين فرنسا، وده حدث عالمي طبعا. كل طبعًا. المحطات بتنقله كل حاجه. مصر مؤهله ان يبقى في حاجه اسمها تور دو جيبت او الدوره، يعني حول مصر بالدراجه. طبعا مليانه معالم وانا في ذهني بالظبط المسار الدروب. يمشي من فين لفين تحديدا كده، من بورسعيد لمطروح لسيوه للواحات البحرية، مجموعة الواحات كلها، أسوان، حلايب وشلاوتين وعودة. دورة مصر من أروع ما يمكن. يا رب حدث يا رب عظيم. يا رب. أنا بقى هدي لحضرتك كادو بسيط. إحنا دايماً لما بنقابل، تعالى يا عبدالله، معانا فنان بورتريه عبدالله، دايماً بيعمل بورتريه للضيف بتاعنا. لطيف جداً جداً. عشان تفتكرنا في اليوم ده. ميرسي يا استاذ عبد الله. ايوه فنان. واحنا يشرفنا ان انت تاخد البورتريه بتاعنا. وانا شرفني جدا جدا. انبسطت قوي قوي بحضرتك يا كابتن محمد. ميرسي يا فندم. تلف الارض وتاخدني واروح لبعيد، وطاير فوق بساط سحري لكنه حديد. شريط العمر كرمني بيوبيل ذهبي، كبرت وكل ما بكبر إرادتي ورغبتي بتزيد.